بما أنه تقريباً باقي مدة 4 أشهر فقط لإطلاق الآيفون 16 والآيفون 16 برو من قبل شركة أبل اللي عادة بيكون بشهر سبتمبر من كل سنة، بلشت تنتشر كتير من الإشاعات والأخبار عن الخاصيات اللي حتكون موجودة، وطبعاً أغلبها غير موثوق أو مشكوك بأمره. لكن فيديو اليوم نحكي لكم أكثر، خلنا نقول الأخبار اللي تم تداولها بين كل الفيديوهات على اليوتيوب وعلى المواقع المشهورة، واللي نعتبر نوعا ما تكون صادقة. وأغلب التقنيين متوقعين هالسنة أنه يكون الآيفون حيصير فيه تغير جذري وتغير جدا قوي، أيضا بما أنه حيكون في iOS 18 اللي هو نظام التشغيل والتحديث الجديد اللي جاي على نظام التشغيل تبع أبل، فغالبا هالجهاز اللي هو آيفون 16 حيكون تغير جذري ونوعي وميزات جدا قوية بالآيفونات. فبلا ما نطول عليكم، هنحكي اليوم على كتير من الأخبار عن الكاميرا، عن الديزاين، عن حجم الشاشة، كتير من الخواص الأخرى. فخلوكم معنا للنهاية عشان تعرفوا الآيفون الجديد هل هيكون يستحق الشراء ولا لا، وكيف راح يكون شكله. وعن التغير الجذري والأساسي اللي هو متوقع يكون بحجم الشاشة، بحيث شركة أبل بالنسبة للنسخة الآيفون 16 البرو أو النسخة العادية راح يتم تضخيم الشاشة أو سمان شاشة أكبر من 6.1 بوصلة ل 6.3 بوصلة، وبالنسبة لنسخة البرو ماكس اللي حيتم زيادة الحجم إلى 6.9 بوصلة، واللي هي كانت سابقا بالبرو ماكس بالجهة الأخرى السابقة 6.7 بوصلة. فتقريبا حيصير عندنا جوال حجمه 7 بوصلة أو 7 إنش، اللي هو تقريبا يقارب لأحد نسخ الآيباد ميني. طبعا زيادة بالحجم هاي اللي صار بشكل أساسي، خلنا نقول ما هي سبب أنه شركة أبل بدها تعطينا شاشة أكبر؟ لا، الفكرة أنه بدهم يحطوا بطاريات أكبر، لأنه أغلب الناس إذا بتلاحظوا مستعملين الآيفون دائما بيشتكوا أنه جوال تنتهي بطاريته بسرعة، بدي جوال بطاريته تكون أطول، تستمر معي بشكل أطول خلال اليوم. هذا هو السبب الأساسي، هن بدهم يزودوا حجم البطارية، فعم يزودوا حجم الجوال والشاشة. لحد الآن ما فينا نعرف حجم البطارية الدقيق، في إشاعات كتيرة وكل سنة بيكون نفس الشيء، إشاعات كتيرة على حجم البطارية وقديه حتطول وما حدا بيعرف، فما راح أذكر هذه الإشاعات والأخبار اللي عم تنتشر. لكن اللي احنا متأكدين منه إنه شركة أبل هتستعمل هلا سيستم جديد بالجرافايت اللي حيكون أثر جدا بتوزيع الحرارة تبع البطارية. هاي جدا مهمة، جدا مهمة بحكم انه الايفون 15 كان في كتير ناس واجهوا مشاكل بارتفاع حرارة الجهاز، ويقال انه هذا النظام رح يحسن اداء الحرارة 4 أضعاف، يعني حيكون عنا ايفون ابرد. والميزة الاخرى اللي حنا صارت حتكون عنا بالكاميرا، بحكم انه الجوال العادي اللي هو النسخة العادية نسخة البرو مو نسخة الماكس حتكون اكبر، ففي اشاعة انه هذا الشيء حيخلي شركة ابل تقدر تضيف العدسة اللي هو ضرب 5 اللي كانت حصرا على جهاز البرو ماكس بالايفون 15. في اشاعة انه راح تكون ايضا على نسختين هالمرة، البرو والبرو ماكس والايفون 16، وصارنا حجم اكبر ومساحة اكبر. طبعا 6.7 هو حجم جدا كبير صراحة، وممكن يكون يخلي كتير ناس ما يشتروا هاي النسخة، انه اصلا العالم بشكل اساسي واغلب الناس كانت تشتري نسخة الماكس بالاجهزة السابقة مو لانه بدون شاشة اكبر، اكثر ما انه بدون بطارية اكبر بدون فترة اطول. فاذا هاي السنة النسختين كان بأم بطارية ادائها جدا عالي و بدون فترة كتير طويلة، ممكن كتير ناس تتجنب الـ 6.9 إنش، لأنه حيكون جوال كتير كبير يعني صعب التعامل معه بشكل يومي. لكن بنفس الوقت ما بتعرف، يمكن الناس عن جد تعجبها الفكرة إنه شاشة كتير كبيرة وبالنهاية يشتروا أو الآيفون برو ماكس. وأيضا في إشاعة جدا جميلة صراحة تكون ميزة جدا خرافية، إنه حيضيفوا زر للكابتشر أو خلينا نقول سكرين شوت، وبنفس الوقت يساعد على استعمال الكاميرا سواء بطول البورتري أو بالعرض أو بالطول، وحيكون يقال إنه حيكون حساس لللمس والضغط، يعني يمكن أنت مجرد ما تلمس هي تعمل زوم إن زوم أوت خلال استعمالك للكاميرا أو تعمل ريكورد أو صورة أو سكرين شوت، مجرد اللمس ما في حاجة لاستعمال الضغط. هذا شيء جدا مفيد ومهم وبيسهل التعامل مع الآيفون. طبعا اكيد عنا الالوان، الوان يقال انه الايفون 16 حيكون قادم بتنوع كبير بالالوان، مثل ما شايفين عنا بالشاشه الوان كتيره، ويقال انه الايفون برو ماكس وايضا الايفون برو اللي هو 16 حيكون في شيء نسخه اسمها البروزن جولد اللي كنا شايفين على الشاشه، وحيكون لون جميل بتوقع على ارض الواقع احلى من الالوان الاخرى. طبعا بالنسبه للكاميرا صراحه هلا الكاميرا اللي كان موجود بالآيفون 15 متوقع كانت مجاوبة أمنيات الجميع، يعني كانت تخلي الجميع أنه أوكي أنا معي جوال كاميرا جدا قوية ما لي بحاجة أي شيء آخر، جدا جيدة كواليتي جدا عالية وما بدي أي شيء جديد. لكن توقع
احنا هون هلا عم نحكي عنها اخبار انه تفكر شركه ابل انه بالكاميرا الترا وايد اللي كان اصلا مش كثير عالم انه انا كيف عندي الكاميرا الاساسيه 48 ميجا بكسل لكن الالترا وايد 12 ميجا بكسل بس. فمشان هيك شركه ابل رح ترفع الالترا وايد كاميرا الريزولوشن تبعها ل 48 ميجا بكسل ايضا عشان يصير يوافق الكاميرا الاساسيه. وعندنا ايضا يقال انه تصميم الكاميرا او الشكل الكاميرا حيكون على الجوال حيكون مثل الايفون 10 او الاكس بالاحرى بشكل احرى اللي هي كانت تنتين فوق بعض وخلنا نقول بارزين عن الاطار يعني فيه شوي بروز وصراحه هو ديزاين حلو يخليك تفرق انت بينه وبين النسخ الاخرى اللي هي برو والماكس احسن مربع الكبير اللي صارين حاطينه عم غيروا بس اماكن الكاميرا اللي هو يعني صار واحد صار بيضيع يعني انه لا هدول اثنين فنتين فوق بعض ولا واحدة بالزاوية وواحدة بالزاوية الثانية فصارت زي ما جمعا ما شغلة كليشية ومستفزة يعني فحركة تنتين فوق بعض مع شوية بروز جدا جيدة. الميزة القادمة جدا وقوية وواعدة اللي هي الشيب الشريحة اللي داخل المذر بورد اللي هي A18 برو. طبعا هيجيني شخص يقول لي انا شو بدي بايفون اسرع. هلا الاشخاص اللي بيستعملوا جوالهم خلينا نقول ما عنده اي لعبه انا بقول لك اوكي ممكن ما حد استفاد منه او ما كنت تفرق معك، لكن اللي استعملوا جوالاتهم للعبه بسيطه وقت الفراغ ممكن ايفون ببجي او مثلا كود على موبايل لاحظوا انه الايفون 17 برو الشيب كان موجود كان جدا قويه وجيده وفرق بالاداء. فتخيلوا انتم الاي 18 او الاي 18 برو شيب شو كيف حتخلي الاداء احسن واسلس وجرافيك اعلى. وانا بتوقع هذا الشيء لازم يكون موجود صراحه يعني انا اوكي صح انا جوالي عم استعمله للتواصل ليسهل حياتي اليوميه كان بلعب على جوالي ايضا ليش ما يكون انا معي جوال متكامل. انا دافع جوال قيمته مبلغ ويعني جيد جدا دافع ما جايب جوال رخيص يعني فدافع مبلغ وقيمته عاليه فلا انا بدي جوال وقت العب يعطيني تجربه كامله. وطبعا في شغله كمان اخبار جدا قويه قادمه وتوقع تكون صحيحه جدا انه الشيب هي تم تعديل عليه بشكل كتير كبير عشان تدعم الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي. طبعا هاي شخص من الاشخاص انه اما الايفونات ما فيها كتير استخدامات للاي اي بفترة حالية بقول لك اوكي صح هذا الشيء، لكن الاشاعات والاخبار جاي عنا انه شركة ابل عم تشتغل على انه تساوي اي اي جدا قوي يكون متوافق مع الايفون. اتوقع احنا هنعرف تفاصيل اكبر واكتر عن الاي اي اللي عم تشتغل عليه شركة ابل بالمعرض القادم اللي هو معرض WDC بشهر 6 اللي هو يعني تقريبا بعد شهرين تقريبا او شهر ونص. فيعني حيكون عندنا اخبار عن الشيء القادم قريبا جدا. وطبعا شيء لا ننسى اكيد 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 اذا ابل عم تشتغل على AI رح يكون عندنا سيري اذكى. قديه سيري ذكيه قديه سيري مفيده حيكون عندنا سيري اذكى بشكل كبير حتكون مرتبطه مع الاي اي كنا عم تعامل مع تشات جي بي تي مع سيري انت عم مع روبوت روبوت اللي كنا نتخيله نحن اولاد صغار انه انا واحد شو ما بدي اطلب منه حيساوي لي اياه عشان عندك هذا الشيء مع سيري. فحيكون عندنا هون انتقال نوعيه جدا بصناعه الجوالات بالمجال الحالي وخاصه متوقعين احنا ليش ابل تعمل ايفون جدا قوي لانه ابل تقريبا من بعد الازمه اللي صارت من سنتين ثلاثه بالعالم انخفضت مشترياتها العالم بلشت تقلل من اشتراء الايفون وهي مشكله لشركه ابل. ف الايفون هيكون جاي وقادم هيكون قوي جدا بحيث انه يرجع يرغب الناس انه لا اشتروا ايفون. الايفون لسه هو مسيطر على ساحه الجوالات او صناعه الجوالات. فهذا هو فيديو اليوم تبعنا اتمنى يكون عجبكم استفدتوا منه وشاركونا اخبارنا كلها صحيحه ونرجع لكم بس ينزل الايفون ونشوف اذا كانت اخبارنا صحيحه ولا لا وشو اللي ظبط معنا وشو اللي كان لا مبالغ فيه. فشوفوا فيديو جديد بعدين مع السلامه.